احاول ان انتهي ان شاء الله بشيء من ذلك. انا لكن يقال الاجر انا اقدم في الشقه وانا اتيت من النهارده يفترض ان تعطى اكثر من ذلك. على كل حال دكتور نص ساعه ها نص ساعه شكرا شكرا نصف ساعه لا نصف جيد نصف جيد يمكن العشر دقائق الاخيره تكون للحوار او للمناقش ربما هناك اسئله او شيء. عنوان المحاضرة هذا اليوم هو قراءة معاصرة لملحمة جيجاش السومرية، وقد ذكرته الأخت حنان. وددت أن أبدأ بأن أشكر حقيقة القائمين على المنتدى الثقافي في ديربون وعلى سعيهم وحرصهم على استضافة هذا الجمع من المهتمين بالشأن الثقافي من أبناء جاليتنا الكريمة، وأخص بالذكر حقيقة الدكتور علي عجل كما أخص بذكر الشاعر علي السندي. وأشكر الأستاذة حنان شرارة على تقديمها وأيضا بوصفها أيضا من المؤسسين لهذا المنتدى الكريم. هذه الملحمة حقيقة تتضمن حكاية أسطورية شيقة، ولذلك أرجو أن لا تكون المحاضرة ثقيلة، لا أكره المحاضرات الثقيلة، يعني انها هي تعتمد على حكايه، والحكايه عنصر يعني هو يبعث على التشويق، لان يعني هو يعني حتى الكتب السماويه يعني اذا قرات يعني التوراه والانجيل والقران يعني نصف هذه الكتب السماويه هي قصص فولكلوريه حقيقه، بس ما وراها طبعا رساله موعظه. يعني مثلا الوفاء جميل للأسر، لكن قصة يوسف أن تسمعها يعني تركز في ذهنك وتبقى تتذكر أن الوفاء فعلا صفة جميلة من خلال يوسف. أو مثلا الإصرار على المبدأ في إبراهيم لما حلق بالنار وهو وحطم الأصنام وكذا، وكان يدعو إلى الله جل شأنه الإيمان صدق، وهو نموذج الإصرار على المبدع مثلا. وهكذا هذه الملحمة كما ذكرت حكاية أسطورية شيقة، وهي على صعيد الرمز مليئة بالرموز التي نستشف من خلال سطورها، كأنها يعني أشبهها بهرم متعدد الألوان، يعني ممكن تراها باللون الذي تراه فيه لكن هي لها ألوان أخرى أو تشع باتجاهات مختلفة كما سنرى. ملحمة جيجاش أفترض أنها رواية معاصرة شيقة، ولذلك أنا قرأتها على أساس أنها رواية من وجهة نظري، وإن هي نظم الشعر، لأن الملاحم كلها ملاحم قديمة نظم الشعر. وهذه الملحمة وبناء على الرطوم الطينية اللي كانت تفخر ويحتفظ بها، ويعني عمرها أو نواتها عمر نواتها ما يقارب من 5000 عام. يعني هذه الملحمة سبقت ملحمة الإلياذة والأوديسة لشاعر الأعمى هوميروس ب 1500 سنة، 15 قرن. ومن وجهة نظري يعني الإلياذة والأوديسة ومثلهما الإنيادة لا تصل إلى شأو ملحمة جيجاش. يعني ملحمة جيجاش حملت هموما إنسانية يعني تشمل الإنسان حيث كان. يعني أنا قرأت الإلياذة، قرأت الأوديسي عن حرب طروادة كذا، حصار طروادة إلى آخره، لكن هذه لا، هذه كأنها كتبت للناس جميعا. والسؤال الأساس فيها هو لماذا تستأثر الآلهة بالخلود ولماذا يموت الإنسان؟ لماذا لا يخلد؟ يعني الآلهة حينما قررت أن تخلق البشر من وجهة نظر الأسطورة الملحمة، لماذا لم تقرر أن تخلد أو يخلد البشر معها؟ وموجودة الفكرة في قصة الخليقة، لأن يعني هو آدم لما وجد جنبا إلى جنب مع جل شأنه مع الله، المفروض باقي في الجنة تمام، هو حواء لولا لعبة الشجرة المحرمة اللي هي حقيقة هي عبارة عن الحكايات الفولكلورية كلها. يعني يقال للبطل هذه سبع غرف أو هذه
40 غرفة، إياك أن تدخل إلى هذه الغرفة. فهو يتسرك الذهن على الغرفة رقم 40 إلا يدخل ويشوف إيش فيها. هذا حقيقة هي هاي الغريزة، غريزة مهمة جدا، هي غريزة حب الاستطلاع، ربما هي أساس العلم. يعني علم الحديث كله قائم على فكرة حب الاستطلاع. فيعني لا أريد أن أستطل كثيرا لنعدنا عن هذا الجانش. يعني هي وإن نظمت شعرا لكن فيها عناصر الرواية، وأول عنصر هو الشخصيات. عادة الشخصيات هي البشر والإنسان داخل العمل الفني، داخل النص الفني. البطل جلجامش يهيمن على الملحمة كلها، يعني هو البطل، ووقفة صغيرة عن على البطولة. يعني البطولة حقيقة هي نسبية، يعني مثلا أوقات الحرب البطل هو المقاتل، يعني دفاعا عن النفس، دفاعا عن الوطن، وإلا فهو في الأوقات العادية ومجرم لا يقوم بالقتل، يحاكم موجب القانون. لكن بناء على سياق الدفاع عن الوطن هو بطل. فالبطولة نسبية، آنذاك يحتاج البطل إلى أن يكون قويا جسديا، لأنه سابقا كان هناك قصور كبير في التكنولوجيا، وتعرفون فكرة الآلية المتعددة. يعني الإنسان والله حائر، إنسان مسكين ضعيف، وأمام جبروت الطبيعة رعد وبرق وريح قوية وكوارث. فإذا هناك إله اسمه إله إمليل، هو إله الريح، زول عصور الصاعقة هو إله الصواعق، شمش إله الشمس. وإضافة إلى ذلك هناك مثلا عشتار اللي هي رمز للحياة أيضا إلهة، هناك تموز هو إله الخصب. فهذه الفكرة جاءت من قصور التكنولوجيا، ولا تخيلوا أن هناك يعني أن كل هذه الظواهر الطبيعية عبارة عن آلهة. على كل حال جلجامش هو البطل، يهيمن على الملحمة كلها، ويحتاج إلى جسم في غاية القوة. هو ملك، الملك الخامس بعد الطوفان. متى حصل الطوفان؟ لا معلومات لدينا، اللي هو كتاب ممكن يستفاد منه تاريخيا، ممكن يستفاد منه أدبيا، هو نص أدبي أكثر منه تاريخي. لكن كيف عرفنا أنه هذا 5000 سنة؟ من خلال الرقوم الطينية، لأن الرقوم الطينية خضعت للتحليل العلمي فذكروا هذه الأرقام، واستمرت الملحمة حوالي 1500 سنة. يعني ورثها سومريون الأوائل، هم بالضبط يعني سومريون من جانب، المصريون الفراعنة من جانب آخر، فجر حضارة. وربما تكون هناك حضارات أخرى لكن لا ندري بها. كيف عرفنا إذن هناك حضارة سومرية؟ من خلال كتاب التدوين. يعني بدأت الحضارات بالتدوين، لولا التدوين لما عرفنا شيئا عن هذه الحضارة. والفضل موصول للأوروبيين الذين قرروا الكتاب الهيروغليفية الفرعونية والكتاب المسمارية العراقية. وتحديدا هناك شخص حقيقة، رجل صمويل نوح جريما، هو ساد في جامعة أمريكية، درس على يده، كان أستاذ الآثار طه باقر، وأصدر هذا الحقيقة للأسف نسخة مصورة طه باقر، وكان تقريبا أفضل ترجمة لملحمة جلجامش هي ترجمة طه باقر. صمويل نوح جريما لا قرأ باب للعراق هنا، ولديه أكثر من كتاب يشير إلى أن الحضارة السومرية كانت هي تقريبا فجر الحضارات. أيهما أسبق؟ أحيانا سؤال غير مهم، وأيهما أسبق الفراعنة السومرية؟ ليس هذا سؤال غير مهم، لأنه حقيقة كلاهما هو له فضل كبير على الحضارة الإنسانية. جلجامش يحتاج إلى قوة جسدية، لأن كما ذكرنا البطولة نسبية، وفي ذلك الوقت يحتاج الإنسان إلى قوته العضلية، وإلا لاحقا أصبح الأبطال أحيانا مثلا بطل المسخ لفرانس كافكا حشرة، يعني تحول إلى حشرة بسبب هو عبارة عن صرخة أمام المجتمعات الرأسمالية اللي تهمش الإنسان أو يعني تعتصره بحيث لا يستطيع أن يفعل شيئا، يعني ما لم يدخل في ماكينة الأهل هذه.
أو مثلاً راسكولنيكوف في جريمة والعقاب في دوستويفسكي كان مجرماً، كان يبرر جريمته، درس القانون في آخر لحظة استيقظ ضميره، لو لم يستيقظ كان شرب إنسان بريء. وهكذا ربما مهووس مقبول يكون بطل. البطل هنا بمعنى أنه يكون مركز العمل الفني، مركز الناس. وينطبق هذا على جيلانش، وأيضا ينطبق عليه القوة العضلية، كان صدره كذا أشبار ولا يستطيع أحد أن يقف أمامه، وكان أيضا شرس ونهم، وأيضا لا أحد يستطيع أن يصارعه، وقد يعني شكى الناس منه إلى الآلهة، من باب السماء مفتوحة آنذاك، فاستجابت الآلهة المتعددة آنذاك، استجابت لدعواهم وقررت أن تخلق شخصاً أو إنساناً بقوة جلجامش الجسدية طبعاً. فكان الشخصية الثانية اللي هو أنكيدو. جلجامش ذكي، مو فقط قوي عضلياً، يعني هو يشبه أوديسيوس، وإن جاء أوديسيوس بعده ب 1500 سنة، لكن أوديسيوس معروف صاحب حيلة الحصان الخشبي، يمكن معروفة الحيلة هذه، يعني أدخل فرسان داخل حصان خشبي، ظنوا أنه إله أو شيء من هذا، أدخلوه إلى طروادة، طروادة لم تفتح، فيها أسوار حصينة 10 أعوام ولم تفتح، فأدخلوا هذه بحجة أنها إله، على أساس كانوا يعبدون هذه الأشياء. حينما أدخلوها خرج منها أوديسيوس مع 20 فارس أو ربما أكثر أو أقل، لم ما حسبتم في حينها، فخرج وفتح أبواب طروادة. وفتح طروادة بحيلة حصان طروادة المشهور. هذا الرجل جلجامش أيضا يفكر، ففكر أنه هذا الكائن اللي هو الجديد اللي هو أنكيدو ربما يصرعه، هذه يعني أمام شعبه وأمام كذا هو البطل. فماذا فعل؟ أرسل له شمهات. شمهات هي أحد العراقيين ربما للدعابة، اسمها شمخة، شمخة اسم مشهور بالجنوب، جنوب العراق. فشمخة هذه هي المومس المقدسة، كيف مومس المقدسة؟ كنا بصدد أنا وأحد زملائنا أنه لا ينبغي لنا أن نسقط يعني مفاهيم، أن نسقط مفاهيمنا على عصر سابق. هكذا كانوا الكهنة الظاهر محتالين، فهناك معبد فيه بغايا مقدسات، ماذا مقدسات لا نعرف المهم. فأرسل له واحدة ومعها خبز وشراب، شراب يلعب بالذهن أيضا. وحينما ذاق الشراب وأكل الخبز وعاشر المرأة 7 أيام وخرج إلى الغابة أنكرته الحيوانات، يعني هو كان يركض مع الحيوانات كأنه واحد منه من الحيوانات، فأنكرته الحيوانات، بدأت تخاف منه وتفر منه، تهرب كما تهرب منا جميعا. بدأت مرحلة جديدة في حياة أنكيدو. أنكيدو من وجهة نظرنا نحن الآن، يعني هو يمثل الغابة، يمثل البداوة، يمثل الفطرة. جلجامش لا، جلجامش يمثل المدينة، ولذلك هو باني أوروك ذات الأسوار، وأحيانا تسمى أوروك ذات الأسوار، معنى هناك أسواق، هناك أسوار، هناك حضارة. وجلجامش بعث هذه الشمخة أو شمهات كي تضعف أنكيدو، لأن أنكيدو بدأ ينفصل عن عالم الحيوان وبدأ يعني يقترب من عالم البشر. وفعلاً حصل أول صراع، أول حدث عنيف، صراع عنيف بينه وبين جلجامش، تكافأ فيه، يعني كان في قوة واحدة تقريباً. أدرك جلجامش أنه وجد ضالته، وجد صديقا له حميما يعادله في قوته، وبحاجة إلى صديق، لأن كل هؤلاء كان شعبه مغلوبا على أمره، كان هو يوصف بأنه شبق، وأنه يعني لا يترك حبيبة المقاتل ولا زوجة البطل ولا. المهم، وهو أيضا جلجامش كان ثلثاه إله وثلث بشري واحد، وهذه المسألة لماذا ثلثاه إله وثلث بشري؟ كل الملوك السابقين يبدو أنهم يؤلهون أنفسهم، معروفة قصة فرعون، أنا ربكم الأعلى كذا كما، لكن حينما يموت فتبدي التبريرات،
يعني لماذا ما تعلم؟ وهذا إله على أساس فيقال عنه أو هذا فيه عشر أو ثلث أو كذا بشري، هو الذي على لعنة الثلث البشري والذي أماته. مهم. فإذا دليلنا دليلنا على أن قيام يعني يشبه خلفه أوديسيوس هو هذا الذهن المنظم الذي يفكر كيف يتغلب على الخصم ليس بمجرد العضلات، يعني أيضا بوسيلة أخرى غير العضلات، وحينما تصارع وتكافأ اتخذ منه صديقا، وبدأت مرحلة جديدة بعد صداقتهما، مرحلة جديدة في حياة جلجامش وفي حياة أنكيدو على حد سواء، إذ ذهب إلى الوحش خنبابة. والوحش خنبابة هو حارس غابة الأرز. لماذا الأرز؟ الأرز هو الخشب القوي، ربما جدنا جلجامش ذهب إلى لبنان، هناك كان ملك مرعب اسمه خنبابة، كان هناك حاجة للخشب. لماذا الخشب تحديدا؟ الخشب لأنه موجود ذكر الأسطورة، يعني فكرة الطوفان، الطوفان يبدو أن هناك طوفان عام عارض حصل في يعني ما بين بأرض الرافدين، فظنوا أن العالم كله وقف، يعني حصل طوفان ربما، يعني هذه طبعا الرواية ليست، لا أقصد الرواية القرآنية، أقصد يعني الرواية اللي كما وردت عند المؤرخين يعني وبناء على ملحمة جلجامش، ربما النص المقدس الآخر شيء آخر. ف جلجامش أراد أن يغزو خنبابة بطل أو خنبابة حارس غابة الأرز. لماذا الأرز؟ قلنا لأن الخشب، الخشب كان هناك مهم جدا، لأن الخشب هو الذي أنقذ البشرية حتى بناء على النص المقدس القرآني، لأن لولا سفينة نوح مثلا كان غرق البشر وتخلصنا جميعا، يعني تخلص البشر جميعا من هذه الحياة، لأن احنا أحفاد نوح كما ينظر، أو أحفاد يعني الناس الذين وضعهم في هاي السفينة، الفلك الذي جمع الناس جميعا. نفس الشيء ينطبق على أوتو ليفشتين جد جلجامش، هو أيضا أوحي له أن يصنع فلكا، وصنع هذا الفلك ووضع فيه من كل زوجين اثنين، نفس الفكرة تماما. فإذا الحاجة للخشب قائمة ومهمة، والخشب مهم، فلكن وجلجامش أيضا، وهي مرة أخرى نعود إلى أن جلجامش هو رجل مدينة، لأن كان ملكا وكان لديه برلمان، لكن يبدو أن برلمان جلجامش، يعني جلجامش كما يبدو دكتاتور كبير، يعني برلمانه يشبه مجلس الشعب زي ما صدق، يعني يقول نوزل الكويت صبوا، يقول نرجع من الكويت صبوا، يقول نروح للجحيم صبوا أيضا، يعني ما ليس لديهم. فيخاطبهم قائلا: اسمعوا يا شيوخ أوراق ذات الأسواق، أريد أنا جلجامش أن أغلب خنبابة في غابة الأرز. فلا أحد، فقط حذروه وقالوا له: لا تذهب، لا تذهب يا جلجامش، هذا مرعب، هذا كذا. لكن هو يبدو أنه هناك حملة، يعني هناك إشارة إلى أنه كان يحد السيوف، يحد الفؤوس، ويحد يعني تهيئ للمعركة. لذلك هو مفكر أيضا إضافة إلى كونه قوي جسديا. يذهبان إلى غابة الأرض وينتصران على خنبابة، وبعدها يتحديان الآلهة. هذه المشكلة، أوكي، هناك ثور سماوي. ما هو الثور السماوي هذا؟ يشبه من طرف، يعني لغرض التوضيح، يشبه ناقة الله وسبتها، كيف أنه تم اختيارها كذا، صفراء كذا إلى آخره. فالثور السماوي هذا خلع قرنين، واحد أحد القرون خلعها جلجامش، والقرن الآخر خلعه أكيد. هذا تحدي للآلهة، فكيف تنتقم الآلهة من جلجامش؟ تعرف الآلهة جيدا أنه طبعا جلجامش لم يفعل هذا إلا بمساندة شمش، شمش هو إله الشمس، لكن المشكلة أن خنبابة من هو الذي يسنده؟ إنليل إلى ريح. لاحظ
هل هي مجرد يعني صراع طبيعي؟ ربما هو هذا أسلوب أسلوب الأسطورة، مثل أسطورة تموز وعشتار، لأن عشتار ذهبت إلى العالم الأسفل، افتداها تموز برغم إرادته، يعني هي اختارته، فبدأ يموت ستة أشهر ويخرج إلى الحياة ستة أشهر. وهذه الفكرة هي عبارة عن تعاقب الخصب والجد، لأن تموز عبارة عن الخصب وعشتار هي الحياة. فكرة الثوب السماوي تشبه فكرة ناقة الله في سقياها. ربما أحد المؤرخين يقول ربما هو المقصود الجرار، لكن كيف مثلا استطاع قلقامش صديقه الحميم أن كده أن يقضي على الجرار؟ أنا أدري هي وجهة نظر من جنب، بس لكن من وجهة نظري أنه هي الفكرة نفسها، لأن هناك تقديس للثوب، لأن هي أم قلقامش، هي على الرغم من أنها إلهة لكنها تسمى بالبقرة المقدسة وهي إلهة. يعني هو هذه المسألة، يعني قصدي مرة أخرى يعني لا ينبغي أن تسقط يعني أفكارنا على قبل 5000 سنة. والإنسان بداية إحنا نتخيل أنه حر، يعني ما عنده لا حلال ولا حرام، لا هو أيضا مليء عنده مئات العقبات والعوائق اللي هي في ذهنه ولا وجود لها، يعني تعيقه على أن يتحرك. أيضا مكبل بالمعتقدات، مكبل بثقافته مثل كثير من الناس حتى في عصرنا. لاحظ قلقامش كيف صوته يختلف، يعني أيضا مرة أخرى في مواجهة البرلمان، الآن هو منكسر وحزين أمام حدث مهم حصل، اللي هو انتقام الآلهة من أنكيدو من قلقامش، وحيث أنها يعني قضت على صديقه أنكيدو. فحينما فعل ذلك، لاحظ هو يقول اسمعوني أيها الشيوخ، من أجل أنكيدو خلي وصاحبها. طبعا بعد موت أنكيدو تبدي مرحلة تماما جديدة في حياة قلقامش، حياة يعني مو مرحلة العنفوان السابقة، لا هاي مرحلة الحزن. يقول أيها الشيوخ اسمعوني، من أجل أنكيدو خلي وصاحبي أبكي وأنوح نواح الثكلة، إنه فرحتي وبهجتي وكسوة عيدي وقوة ساعدي. لاحظ بعضهم يسمي ملحمة قلقامش يسميها أنشودة الصداقة، يعني لأول مرة يعني ملحمة تهتم بالصداقة بهذا القدر من أو تعطي للصداقة هذا القدر من الأهمية. وأن المصيبة، ولأن المصيبة كانت قاسية جدا على قلقامش، فإنه يخاطب نفسه، يعني هذا يسموه حوار ذاتي، يعني مونولوج، اللي هو غير الحوار الخارجي اللي هو المسموع اللي يجري بين شخصين، هذا لا حوار ذاتي، كان هو مناجات مع النفس. يقول إذا ما مت أفلا يكون مصيري مثل أنكيدو؟ مثل أنكيدو خفت من الموت وأنا ذا أهيم في البوادي. يعني وهناك حوار أيضا يؤكد، لاحظ وجهة نظر العراقيين قبل 5000 سنة بمسألة الموت وذهاب الإنسان للعالم الأسفل، بيسمنت، يعني عالم الأسفل هو العالم الذي يذهب إليه عالم الأموات. يشير أنكيدو في حوار مع قلقامش وفي رؤيا له، والرؤيا تعني استشراف المستقبل أو حدث المستقبل، عند عادة في الحكايات الشعبية والخرافية جميعا استشراف المستقبل الرؤيا أو الحلم. فيقول له ما معناه أن الإنسان قوي ومتعلق فوق الأرض، قلقامش انتبه، أنت قوي ومتعلق فوق الأرض لكنك ستكون مثل الخرقة البالية حينما تدخل إلى باطنك إلى الجنه، يعني على كل. اذا لا مناص امام قلقامش سواء يبحث عن الخلود سواء يؤكد مساله انه هذه الالهه. طبعا هناك موقف عدائي جدا من الالهه داخل الملحمه، موقف تحدي دائم، يعني يقول هذه الالهه جبناء لانه فقط يريدون الاضاحي. يقول حينما نقدم اضحيه يتهافتون عليها كما الذباب. هذا ملحمه قلقامش.
فإذا لا مناص من البحث عن سر الخلود وطرح السؤال المهم وهو لماذا يموت الإنسان ولماذا تخلد الآلة؟ يشد قلقام شكر حال إلى بحر الموت. بحر الموت يقال ربما يكون هو طبعا أور تعرفونه عن جنوب العراق، بس بحر الموت ربما يكون الخليج العربي وبرفقته الملاح روشنابي، لا تنسوا أنه ملك. في الطريق يلتقي بشخصية طريفة هي سدوري، سدوري صاحبة الحانة. استغربت، رأت رجل الأشعث فأغلقت بابها بالمزلاج فخاطبها قلقامش، قال لها أنا الملك قلقامش، قال لها شنو؟ تمام بين عليك عن الملك وكذا. بعد ذلك اقتنعت بأنه الملك لأن عرفت أن صديقه مات وهو بهذا الوضع بسبب صديقه. فتقول له هذا نص الملحمة: إلى أين تسعى يا قلقامش؟ إن الحياة التي تبغي لن تجدها. حينما خلقت الآلهة البشر قدرت الموت على البشرية، أما أنت يا قلقامش، هاي فلسفة كانما الفلسفة الحديثة الأوروبية الحديثة، أما أنت يا قلقامش فليكن كرشك هكذا، ورد في الصورة حسب ترجمة طهواطي، ربما أحيانا الترجمة ضعيفة لكنها تؤدي الغرض. أما أنت يا قلقامش فليكن كرشك مليئا على الدوام، وكن فرحا مبتهجا نهار مساء، وارقص والعب مساء نهار، واجعل ثيابك نظيفة، واغسل رأسك واستحم، ودلل الصغير الذي يمسك بيدك، وأفرح الزوجة التي بين أحضانك، فهذا هو نصيب البشرية، لا شيء وراء ذلك. حسب الفلسفة السومرية، في حين مثلا الفلسفة الفرعونية تختلف، لذلك كانوا يدفنون مساكين زوجاتهم، يأخذون أموالهم كذا جواهرهم اللي ربما نهبت بعد ذلك. ظنا منهم بأنه يجلس الواحد بعد ذلك ويستأنف حياته بالنسبة للحياة الأخرى. عبر بحار الموت يصل إلى هناك بعد هموم، بعد مشاق، بعد تمام، بعد خطورة. نبهني على السنة بعد 5 دقائق. نعم، لا هو 5 دقائق كافية. التقى بجده أوتونيشتين. جده أوتونيشتين يسرد حكاية كأنها منفصلة عن جسد الملحمة. يعني يقول له: أنا يعني قررت الآلهة أن تبقيني، أنه أنا أوحي إلي أن أبني سفينة، بنيت السفينة، يعني ما معناه، وأن جمعت عن كل زوجين 2 وضعت في السفينة، وحصل أن قررت الآلهة أن أنا أخلد، لكن لا أحد يمكن أن يخلد. قال له: أنت جدي وأنا مثلك، أنت تخلد أنا لا أخلد، لماذا؟ قال: أنت لا تستطيع أن تبقى مستيقظا. هل تستطيع أن تبقى مستيقظا؟ قال: طبعا استطيع. بقي 7 أيام مستيقظا، لديه إرادة حديدية، لكن بعد ذلك غاب عن الوعي بسبب يعني النوم سلطان. فحينما جلس قال: أنا نمت دقيقة، يعني لحظة. قال: لا، أنت نمت 7 أيام. هذه أرغفة جدتي، هذه أرغفة جدتي، هذا الرغيف ساخن، هذا الرغيف أقل يعني أمس، وآخر واحد كان قد غزاه العفو. على كلها هذه الملحمة حقيقة يعني استكملت كل عناصر الرواية، يعني فيها شخصيات وشخصيات مشعبة كل جانب. يعني فقط أضيف شيء، أنه أوتونيشتين يساوي من جانب، يعني شو جاي العملة يساوي الخضر من جانب ويساوي نوح من جانب يساوي، بس هو ليس نوح، لكنه هو يشبه شخصية نوح قصدي وشخصية الخضر. هو بنى فل وهو خالد، لاحظ. وهناك يعني من يقول أن الطوفان اللي ورد من ملحمة قلقامش نسخه الكاتب العبراني بمعنى في التوراة نص، وهناك شبه كبير بين النص، لكن طبعا هو نص سماوي، هذا نص وضعي وجدناه عند الرقم الطينية. ومرة أخرى هذه الملحمة حقيقة هي ملحمة شيقة، وفيها يعني أستطيع أن أتحدث عنها ساعات. هي بالضبط كأنها نص روائي، فيها شخصيات، فيها أحداث أساسية ثانوية، فيها حوار داخلي، حوار خارجي، أيضا فيها زمان مكان، هناك سرد أيضا
وين كانت سردا شعريا، ولأنها تخص الإنسان حيث كان، لأنها طرحت السؤال لماذا يموت الإنسان ولماذا تخلد الآلهة، فإنها بقيت ولحد الآن تحدث بها كما هو اليوم. شكرا لكم وشكرا لحسن الله. دكتور خليك بس سؤال بس لو سمحت. تفضل. عفوا. سؤال عام شوي مش بس عن جلجامش. عفوا. يعني كثيرا ما يتداخل الأسطوري بالديني. اي تمام. اين تقف عندما يتداخل الأسطوري بالديني؟ ماذا ناخذ؟ شخصيات الأسطورة في الدين. نعم. الشخصيات الدينية في الأسطورة. اين ينبغي ان نقف في هذه الحالة؟ لطيف السؤال، مهم ايضا. حقيقة هو يعني فجر التاريخ او بداية الإنسانية للأسطورة. الأسطورة هي قبل كل شيء. بعد الأسطورة كان هناك الرؤى الدينية، يعني جاءت بعد الأسطورة مباشرة، فتداخلت أحيانا تتداخل الأسطورة بالدين. لكن بعد، شكرا جزيلا، بعد الدين جاءت الفلسفة حسب يعني التاريخ، وبعد ذلك أحد أبناء الفلسفة اللي هو العلم سال الآن. لكن لا يمنع هذا أن الإنسان يجمع بين هذه الأشياء الأربعة، يعني أنه هو متدين وهو أيضا يؤمن. يعني مثلا أنا رأيت أحدهم في ماليزيا، يعني هو يضع هكذا يعني بقايا البقر على جبهته وهو يدير كمبيوتر العلم. يعني هو بنفس الوقت يعني هو متدين حسب وجهة نظري، ويعني هذا بقايا البقرة هو أساطير أسطورة، هو بنفس الوقت يعني يجمع بين هاي العناصر الأربعة. وهي هاي العناصر لن ينتهي أحد هذه العناصر حتى يبدأ الثاني، تبدأ الفقرة الثانية. يعني هي هاي متداخلة. فلذلك أحيانا يعني لاحظ أنت أي دين، خذ أي دين، تجد فيه هاي المسألة، يعني اللي هي التشابك أو التداخل بين الديني والأسطوري. هذه هي المسألة. فإحنا يعني كعقلاء كأصحاب منظر يعني نميز بين الديني وبين الأسطوري. يعني هو ليس هناك حدود فاصلة، لكن المنطق، منطق الإنسان يمكن أن يميز أن هذا أسطوري هذا ديني. نعم. شكرا جزيلا على السؤال. السؤال هل تعتقد أن هناك تناص أو تماهي بين الأديان والأساطير اللي ذكرتها الآن؟ يعني هل اقتبست الأديان من هذه الأساطير؟ ربما، لما لا؟ يعني مثلا يعني حتى القرآن الكريم مثلا على سبيل المثال، يعني هناك ألفاظ وهناك عبارات شعرية وردت مثلا بالشعر الجاهلي. مثلا اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني هذا بيت يشبه هذا لامرئ القيس، حتى ان ابنة امرئ القيس كانت زوجة النبي قالت هذا شعر ابي، فطلقها الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه كانت تشير الى انت ماخذ منها. هو يعني مضطر ان ياخذ من الثقافة الموجودة. يعني حتى مثلا الفردوس، احنا نقول الفردوس بارادايسوس، كلمة إغريقية، الفردوس اللي بارادايس، يعني والطشت والبريق والكذا، لأن ما كان هناك حضارة، كان هناك بداوة. فلما يريد يصف أو يعني يشجع الناس على الدخول للدين، يشجعهم بأي شيء؟ بلغتهم، بالأشياء اللي كانت عند الفرس، لأنه يعني صحراء قاحلة، ولذلك الجنة تجري من تحتها الأنهار، لأنه كانوا محرومين من الماء، يعني ما مشكلة كان على كل حال. شكرا لك. هل هناك سؤال آخر؟ تفضل. عفوا دكتور، شنو اللي يميز محمد جلجامش عن بقية الملاحف الأخرى مثل من حيث الرمزية؟ والله أعظمها جميعا من وجهة نظري، ليس لأنها يعني عراقية أو يعني منطقة وادي الرافدين، لكن أعظمها جميعا والله، لأنه الهم الذي حملته هو هم إنساني. أنت لا تستغرب أحيانا طفل صغير قلت فلان ولا مات، لماذا يموت؟ كيف يموت؟ ليش؟ لماذا؟
زين الله جل شأنه هو موته، منو موته؟ شلون مات؟ كيف مات؟ ليش مات؟ هذا السؤال الأول اللي تبادر للذهن حينما واجه أول مرة حقيقة الموت وأراد أن يبحث عن حلول ولا حلول. لا شكرا لك.